بس هوني بالليفر عندنا بعض الفايندينجز المهمه يعني انه نشوفها. بالبدايه لازم نشوف انه اكو فد انفلاميشن راح تكون موزعه على طول يعني على اللوبيولز مال الليفر كلها. وايش راح يصير معها تشينج؟ عندنا البالونينج. اشنو هو بالونينج؟ احد يعرف اشنو بالونينج؟ لا البالونينج انه هي نفس الهيباتوسايت من اسمها بالونينج انه هي كنا نفخت. هاي كرد فعل الانفلاميشن اللي يصير. فاذا تشوفها ايه هوني انه هي يعني ما فات الفاتي تشينج هو عباره عن يعني فات يعني فاتي ماتيريال بينما هوني لا هي نفس الهيباتوسايت لكن النفخه خوش فهذيك يعني تختلف هاي هوني راح يكون عندنا الاسينشال كومبوننت هو راح يكون انفلاميشن بالونينج راح يكون هيباتوسايت دامج وكوليستيسيس مثل ايش الاكيوت فايرال هيباتايتس مثل الهيباتايتس اي. اشلون يجي المريض عاده؟ جوندس هو يجي جوندس فتره سبسايد جوندس يبقى فتره بعده وبعدين يروح. من ضمن الاشياء اللي تصير بالاكيوت انفلاميشن راح يصير عندنا هيباتوسايت نيكروسيس انه او ديد هيباتوسايت. الديد هيباتوسايت راح تبين عندنا شلون؟ راح تبين عندنا الكانسر مان بودي اللي هو اشنو؟ هذه هيباتوسايت اذا نشوفها هون هاي عندنا ال 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 الكوليستيسيس او البيجمنت اللي كنت ترسبت بيها. وهون هذه البقايا مال الخليه يعني البقايا مال النيوكلياس البقايا اللي تديت. واشنو ايش معناته كونسل مان؟ ايش معناها يعني بيش يشبهها؟ ليش هذا التشبيه؟ بالضبط يعني هو مثل اشلون خلينا نقول واحد قاعد يعني اشلون هون بدايه وهاي هذول مثلا الجمهور ماله كونسل مان كونسل مشرف بالضبط. من يعرف الكرونيك هيباتايتس؟ يعني اشنو ليش نقول هذا اكيوت ليش نقول هذا كرونيك؟ يعني انفورميشن از نوت سبسايد حسب الديوريشن. اي اشكر اي عافيه
لا لا يعني تعريف الكرونيك هيباتايتس هو يعني فد انفلاميشن مور ذان 6 ويكس حتى نتفق على هذا الموضوع. اي هيباتايتس مور ذان 6 ويكس صار كرونيك. طبعا يعني بينه عده انواع الكرونيك هيباتايتس. اهم شغله انه كل نوع بينه فد تايب من الانفلاميشن يظهر بينه يعني ويميزه عن البقيه. بس بصوره عامه يعني نحكي انه اكو ليمفويد اجريجيت بالبورتال اريا. انتوا بتعرفون البورتال واللوبيولز والسنترال بتعرفوها هاي الاشياء اللي نورمال هيستولوجي. فالبورتال اريا هون نشوف انه اكو ليمفويد اجريجيت. هذا الليمفويد اجريجيت هون ليش جاي؟ على ايش جاي هون؟ هو انفكشن بس هو كرد فعل من الجسم انه ليش يعني هسه احنا مثلا بالفيرال اكيوت فيرال هيباتايتس ليش الانفلاميشن صاير باللوبيولز؟ يعني قصدي انا ليش موقع الانفلاميشن هون بالبورتال بينما بالاكيوت مثلا كنا باللوبيولز؟ ايه يعني هو شوف هو كرد فعل من الجسم بالبدايه كل الفيرال حتى الكرونيك فيرال هيباتايتس بالبدايه هي اكيوت فيز. الاكيوت فيس يعبو يخلص يبدي الكرونيك فيس. الكرونيك فيس عاده يعني هو الجسم مصمم انه تبدي هذه الانفلاميشن من البورتال اريا وبعدين ايش تقوم تعمل لان كرونيك ما اكيوت يعني ليمفوسايتس ما نيوتروفيل تبدي من البورتال وبتطلع تنطش لبرا على اللوبيول تفوت. خوش فهذا ايش راح يعمل لنا الليمفويد اجريجيت اللي بالبورتال راح يعمل لنا بايل كرد فعل بايل داكتيولز رياكشن او داكتيولر رياكشن يسمونه او داكتيولر بروليفريشن. هذا الداكتيولز احنا عاده من البورتال تكون عندنا من بايل داكت وهيباتيك فينيول هيباتيك فين وهيباتيك ارتري. عاده ممكن انه نشوف يعني دائما الارتري معانه نشوف داكت بايل داكت او داكتيول. ممكن انه يشوف ارتري واحد معانه ثنتين بس ما ازيد من زادوا شوف 1 2 3 4 5 6 ارتري ما قيبين عندي اصلا هون اوبليتريتد. فهذا ايش معناها؟ معناها داكتيولر رياكشن معناها اكو فد بروسيس هون قد تصير بالبايل داكت الجسم عنده جونس يريليس زايد البايل. بقى هون ايش راح يبدي عندنا؟ راح يبدي هو كجزء من التعويض للتصريف مال البايل. ما دام ما اكو تصريف ما قيس التصريف صحيح يقوم ينطيني هذا الدكتيولر رياكشن حتى يصرف البيلروبي. بالمناسبه طبعا هوني يعني بالحالات اللي يكون بيها اكتف كرونيك فايرال هيباتايتس نشوف هذه الخلايا تطلع برا على الحافي يسموها انترفيس. ايش معناته انترفيس؟ عندي تو فيسز فيس الهيباتوسايتس وفيس البورتال اريا. من هذه تقفز ليبرا تطلع تروح على البورتال اريا يعني تطلع على الهيباتيك لوبيول فهذا يسمونه انترفيس رياكشن. يعني فايش يقوم يعمل عندي؟ يقوم يعمل عندي بقى من تطلع الليمفوسايتس تروح هناك تعمل لي نيكروسيس تعمل لي بعدين النيكروسيس ينتهي بايش؟ فايبروسيس وبالاخير سيروسس. الالكوهوليك هيباتايتس هون عاده هون هذه اللي هي الفات فاتي تشينج. بس اشنو؟ ما بس فاتي تشينج هون انا يصير عندي فاتي تشينج مع نيوتروفيل كلش مهمه. وين صبي هاي الانفلاميشن اللي تكون او هذا التشينج وين صار راح يكون؟ بورتال لوبيولز باللوبيولز الالكوهوليك لوبيولز يكون. ولازم اشوف ايش نيوتروفيل حتى اميزه عن الفاتي ليبر تشينج. اكيد انت بتعرفين المحاضرات النظريه اختمها لو بعد فالفاتي ليبر تشينج ما بينه نيوتروفيل. من يقول لك نيوتروفيل حتى تجيكم بالامتحان بالام سي كيو بالهذي من يقول نيوتروفيل يذكر كلمه نيوتروفيل مع فاتي تشينج راسا فكروا بالالكوهوليك هيباتايتس. واكو طبعا معاها هاي طبعا هاي هون تشوفوها واضحه هون هاي النيوتروفيلز هاي الميلوري بوديز. الميلوري بوديز عادة بالالكحوليك ممكن يصير بغير مكانات؟ ايه ممكن
بس هي اكثر شيء تقوم بالكحول الكحولي. هذه هي الملاري بوديز. اشني هي الملاري بوديز؟ ليش هذا صار؟ ما حد عنده فكره؟ يعني هي مثل بروتينز داخل شو اسمها تجمعت بالضبط اكيوميليشن تجمعت وعملت لي هذا الملاري بودي اللي يساعدنا بتشخيص الالكوهوليك هيباتايت. طبعا انا الالكوهوليك هيباتايت اسمها كثير عندنا كمان. يعني تربط بالمونيك فيتشر؟ لا ما نعتبرها. يعني الملاري بوديز تساعد بالتشخيص بس ما هي نعتبر الباثوجنومونيك. بس ما اعرف انت اذا مكتوب عندكم باثوجنومونيك بالمحاضرات. لا 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 احنا ما نعتبره باثوجنومونيك. الملاري بوديز ممكن نشوفها بغير كونديشنز يعني. هاي شوية يعني هوني ممكن انه نشوف هذا المكان هذا ممكن هوني بس ما كلش واضحة صراحة. يعني لان هذه هاي باور يعني ما كل هاي باور كله لو باور هذه فما كلش مرات. ها وبالمناسبة مرات ما تشوفوها يعني انه هي ديفيوز مرات نشوفها فوكل يعني مكانات صغيرة او قليلة يعني فما شرط انه نشوفها هوني يعني 100%. وطبعا احتاج مرات نعمل له سبيشال ستديز مثلا بي اي اس اس تي ان تبرز اكثر يعني. نعرف طبعا السيروسز نقسمه قسمين ماكرو اند مايكرو. الماكرو عاده اكثر من 3 ملي من نوديول نقشعه هذا جروس لهالشكل. المايكرو لا صغار راح يكونون. اذا تشوفون هذا ما واضحه الصوره كثير بس شوف هاك نوديولز كلش صغيري. هاي النوديولز طبعا الحكي ماكرو مايكرو هذا جروس مايكروسكوبيك لا احنا عندنا هو سيروسز يعني خلاص. فا ايش نشوف بالسيروسز بالمايكروسكوبي؟ نشوف مثل ما قلنا فايبروسز. فقط الفايبروسز نقسمه يعني اكو بورتال تو بورتال اكو او بيري بورتال يبدي يعني هو مثل ما حكينا احنا ايش راح يصير انترفيس رياكشن تطلع الليمفوسايتس كلها راح تطلع لي برا من تطلع يبدي نيكروسز بعدها راح يبدي فايبروسز. الفايبروسز يبدي بيري بورتال يعني حول البورتال اريا فاكو بيري بورتال اكو بورتال تو بورتال يبدون البورتالز يتواصلون فايبروسز وبعدين اكو بورتال تو سنترال يعني تروح على السنترال اريا. فبالنتيجه ايش راح يصير عندنا مثلا خلينا نفرض انه هوني اكو بورتال دكت وهوني اكو بورتال وهوني اكو سنترال جاء من هوني على هوني وجاء لي جوا نزل حوط لي ايش؟ حوط لي فد هيباتوسايتس او فد نوديول عمل لي. هذه يسموها ايش؟ يسموها ريجنريتيف نوديولز. انه هذا كلته صار بينه نيكروسز هذاك تحول فايبروسز هذا رجع صار بينه بروليفريشن ورجع نورمال هيباتوسايتس. فعمل لي هاي النوديولز اللي نقشعها جروسلي كماكرو او مايكرو. هوني نفس الشيء. هذه هي هذا طبعا هوني الفرق يعني تشوفون هذا مقطع كامل. هذه هوني اشني البايوبسي احد يقول لي اشني هاي ليش هالشكل خط وجواته خط الله يعني هاي يعني ليش هاي هكذا عدلي و... اوكي بس هاي نشوفها لا هذا السكشن اشياء البايوبسي معطيه من الليفر السكشن صايرين يعني هو لا لا بالكاتنج ميثود هي يعني بالسامبلينج. المشكله يعني الفكره بالسامبلينج هنو ماخذين سامبل يجوز سيرجيكال يعني فاتح مثلا مريض او هذه وشاله هكذا اخذها من بالعمليات بينما هوني لا هون بالضبط هذا ترو كات بايوبسي يعني نيدل ماخذها. فلهذا يعني فد ميثود خاصه هي شوف انه هذه عباره عن هكذا تطلع لنا مثل مثل الخط او مثل سنجل سيل لاين. هذا ما سيل هاي هي كله هذا كامل يعني بالضبط. ما
ونشوف هذه هوني هاي الفايبروسيس وهذه الريجنراتيف نوديول. ما اعرف هوني هاي الصورة بصراحة ما كلش واضحة، بس هو اكو فد دارك براون. طبعا هوني يقول انه هذا ليفر، هوني هذا بنكرياس، المفروض هذيك الليفر. كلتم يعني خلينا نقول كل، طبعا البنكرياتيك تشو اذا تشوفونه فعلا هو صاير دارك براون، يمكن ما هكذا البنكرياتيك تشو يكون، اشلون يكون لازم لونه؟ روسلي؟ لا على صفار يكون هوني نتيجة ايش؟ نتيجة انه هذا اكو عنده المريض هيموكروماتوسيس، صير عنده يعني ترسب الحديد في اجزاء الجسم. طبعا هو يكون الهيموكروماتوسيس مثل ما تعرفون نوعين، نوع يكون هيريديتري ونوع سكندري، يكون يعني برايمري وسكندري. البرايمري اللي هو اصلا هو عنده مشكلة بايمجين، ما اعرف لا ما مات المهم، والسكندري راح يكون نتيجه ال الثلاسيميا الاوفرلود يعني خلينا نقول. بالضبط. نشوف هوني على اليسار هو الاج ان اي سكشن كونفشنال، نشوف انه هي شلون راح يبين الايرون او الهالي، راح يكون عباره عن برام بيجمنت within hepatocytes. بينما ايش نستعمل؟ هنا بنستعمل البروشيان بلو، راح يبين عندنا بلو يمكن. وعادة وين صار اكثر شيء يبدي الترسب؟ هيباتوسايت بعد قبله كفار سيلز اللي هي ايش هي؟ هي ماكروفاج بالريبورت. اي يعتبرونه فد جسم غريب او فد هوني نشوف انه هاي هوني ويل سيركمسكرايب، هذا طبعا الليفر ويل سيركمسكرايب ليجن ارايزنج ويزن ذا ليفر، عاده تكون جرينيش ان كلر، فهي هذه هيباتيك ادينوما وبها طبعا تايبس. قسميها عندكم لو لا بالنظري الهيباتيك ادينوما ما ماخذيها. اوكي الفرق هوني شوف، طبعا هذه هوني الهيباتيك ادينوما تكون ويل سيركمسكرايب، شوفوها حبابه مرتبه ما قد تعمل كل شيء، بينما هذه دهق عليها اقلي من شكل الكت سيرفس ماله اقلي. فهذه هوني يعني هيباتوسيلولار كارسينوما، طبعا هم هي ويل سيركمسكرايب يعني، بس الكونتنت مالتها هوني بالادينوما عبالك قد اشوف ليفر تقريبا بارانكيما، بينما هوني لا كله ديستركتيف يعني. ونشوف هوني شغله مهمه همين، اكو هاي الستيليك نوديول، هذه فيتشر مال مالينسي حتى باي مكان من المكانات، من نشوف ماس ومعاها هاي الستيليك نوديولز هذول الصغار يما، هاي فيتشر مال مالينسي، فيتشر مال اجريسيفنس حتى برا على الجلد، مثلا تشوفون مثلا فد ليجن بالجلد ويمه هاي النقاط او الستيليت، وراسا فكروا بشيء مالين. هذا مايكروسكوبيكلي نشوف طبعا الليفت سايد هو خلينا نقول النورمال، والرايت سايد عندنا هو المالينن راح يكون. ليش قلنا يعني من يطيق يشرح لي انه ليش هكذا؟ يعني اشنو الفرق هاي عن هاي؟ الفيتشر اوف اتيفيا زين عافية زين، احنا ليش نبدي بالاتيفيا وبالسير؟ ليش ما نبدي بال لا نبدي بالاركتكتشر؟ بالاركتكتشر نبدي، اكو فرق بالاركتكتشر بين الصفحتين؟ اشنو؟ لا هوني شوف هوني بالبدايه ايش عندنا؟ بليت هيباتيك بليت طبيعي، البليت هنوك ايش كان صار فيها؟ ماكو، صايره اشنو؟ صايره مثل الجلاندز قد تعمل خوش، فهذه ايشني؟ هذه ديستيرد اركيتكتشر من البدايه، ماكو اختفى الاركيتكتشر مال الليفر الطبيعي، تحول جلاندولار صار.
ما هذا الشيء ما طبيعي بالليفر. loss of polarity. يعني loss خلينا نقول الهيباتيك بليت اللي هي المفروض أشقد الثيكنس ماله 1 to 2 cell راح أشوفه أنه هي بدت تسخن هوني مثلاً بهاي المنطقة. بهاي المنطقة هذول إيش نو زاد الثيكنس ماله. من يزيد الثيكنس مال الهيباتيك بليت معناها عندنا مشكلة نحن معناها هذا abnormal proliferation. بالإضافة بعدين نرجع نجي على السيلولار فيتر اللي هي أكو بيها أتيبيا. يعني أشون أتيبيا خلايا أكبر من الطبيعي صارت النواة مالتها صارت شوية هايبركروماتي إيريجولار وممكن أنه نشوف بيها برومينت نيوكليولوس. هاني هذه غول بلادر عندنا بيها طبعا كوليسترول ستونز. هذه ليش كوليسترول ستونز قلنا عليها؟ لان لونها اصفر عاده تكون. وايش راح يصير كره فعل من الجول بلادر؟ ثيك وول ثيكنينج مو ريبيتيشن مال الستونز الموجوده. فهذه نسميها ايش؟ كرونيك كوليسيستايتس مع كوليسترول جول ستونز. هاي هون الكرونيك كوليسيستايتس مايكروسكوبيكلي ايش راح نشوف؟ ميوكوزا وايدنينج بالفولد صاير بيها وهذا الكرونيك انفلاميشن هوني باللامينا بروكريال بقية الطبقات. طبعا ايش من اللايننج مال الجول بلادر؟ هاي نورمال هيستولوجي كولومينا. ايه يانو شعوله يانو كولومينا غياني هاي الخلية كولومينار النواه قاعده جوا وهون اكو سيليا فوق همين ما هاي الجلاند حكوا لكم عليها بالنظري لو لا جوا تفوت بالوول ما الوول لا لا تجيكم بالام سي كيو اذا بتحكوا لكم هذه يسموها اشوف جلاندز اللي هي تدخل كنت حكوا لكم عليها اكيد دير بالكم عليها يجيبوها يطبوها الليفت سايد طبعا نشوف هوني اكو عندنا جزئين بالباثولوجي هوني مال هاي الجول بلادر جزء يمين وجزء يسار حد يطيق يقول لي اشنو فرق من الليجمنت لا هاي الماس ايه بالضبط اكو فت فونجيتنج ايه هاي شوف هسه هوني عندي انا هذا اشنو ايه هاي الماس إيه هاي الماس حتى تخيلوها لو لا يعني إذا واحد ما قي هاي خلي حتى أشرح له هي مضبوط يعني هذا مثل خلينا نقول هذا الوول وإيه هاي الماس طالعة منه فونجيتين إيه فطبعا الكارسينوما مال الجول بلادر عادة تكون أجريسيف مزعجة باد بروجنوسيس ما خوش يعني وريض ما نشوفه كثير. هوني هذا اشنو هذا؟ اكيوت بنكرياتيتس عندنا ايش صاير فينو؟ سويلينج هذا البنكرياس سويلينج كلتو هايبرينيك صاير على حمار هيموراجيك نيكروتيك بلاك اريا اكو فهذه كلتها تشير لنا انه هذا اكيوت بنكرياتيتس. طبعا اكيوت بنكرياتيتس كلش المريض يكون تعبان عاده بالعنايه طبعا هذا اتصور يعني التريتمنت مالته هم يعني مزعج وقسم منهم اصلا دايد وهذا اتصور يعني هاي المقاطع ماخوذه من يعني من الاوتوبسي. الاكيوت بنكرياتيتس مثل ما اتفقنا انه الاكيوت انفلاميشن لازم نشوف نيوتروفيل فاكو نيوتروفيلك انفلتريت اكو نيكروسيس طبعا اكو هذا الاكيوت بنكرياتيتس سمينا نشوف الفات نيكروسيس او السوبينيفيكيشن اوف فات. الادينوكارسينوما اوف بنكرياس طبعا تكون عاده well يعني اكو فد جلاندز حوله اكو جزء هاي الجلاندز
حول اكو ديزموبلاستيك رياكشن وشوفون ببطنه اكو مثل الديمبريز. هاي علامه مميزه يعني للبنكرياتيك ادينوكارسينوم. نشوف بيها هاي الديبريز ببطنه. هاي ايش يسموها؟ يسموها ديرتي نيكروسيس، يعني نيكروتيك ببطن الجلاند. وهاي الخلايا شكل النيوتروفيلز، والهاي تشوف بقيه الساينس مال المالجنسي اللي هي اتيبيا وهيوموربيزم وهاي الاشياء. زين يلا منو يقرا لنا الكيس؟ A 15-year-old boy complained of a 2-month history of fatigue, abdominal pain, and yellow eyes and skin. Physical examination shows tremor of his hands, lack of coordination, and mild jaundice. The results of an ophthalmic examination are shown in the image. This patient most likely has an inborn error of metabolism associated with tissue overload of which of the following elements? Copper, iron, lead, magnesium, or electrolytes. ويلسون ديزيز. هذا بالضبط ويلسون ديزيز اللي هو اشنو الساين الموجود هوني. هاي الرينج ايش اسمها؟ هاي الرينج كيسر تكمله بيها، بس هي هاي مثل يعني ايش يشبهوها بعين القيصر مال الرومان قبل. كان عينه هالشكل بيها فد مثل الفد لون معين من برا، فهي هذه الشكل. فنشوف انه هذا ايش الويلسون ديزيز؟ كوبر وين؟ ليفر وين بعد؟ I CNS brain. هاي الاريا اللي فيك العلي صار لو